الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن صفاتهم أيضا محبتهم للشعار الذي يتميزون به على سائر طوائف أهل الإسلام. الخوارج عندهم عقد نفسية، يبون يتميزون بأي شيء. الخوارج لا يحبون أن يتفق معهم غيرهم في أي صفة، فيحاولون أن يتميزوا عن المسلمين بأي طابع تميز. فقد كانوا في عهد علي بن أبي طالب يتميزون بحلق الشعور، لما كان الظاهرة السائدة وتربية الشعر في العهد الأول أراد الخوارج أن يتميزوا بحلق شعورهم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق. ولا يعني هذا أن تلك هي السيما في كل زمان ومكان، وإنما هي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة تحب أن تتميز. فقد يتميزون بصبغ وجوههم، قد يتميزون بقطع رؤوس أعدائهم. المهم أن الخوارج يحبون أن يتميزوا عن المسلمين بأي طابع، أحيانا حتى في راية الحرب يريدون أن يتميزوا على سائر الطوائف، أو في لبس العمامة السوداء والثياب السود ونحوها. المهم أن الخوارج فيهم عقد نفسية، لا يحبون أن يمشوا على الهدي السائد والعادة الدارجة والعرف العام، بل يحبون دائما أن يلبسوا ثوب الشهرة، يلبسوا ثوب الشهرة الذي من لبسه فإن الله يلهب فيه النار، ويلبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.